عايزين بقى استاذن حضرتك نقف عند التفصيله دي. يعني حضرتك طبعا لفتره ترأست قطاع الناشئين، والى جانب ده كمان كنت مدير فني لمجموعه من الفرق قبل كده من ضمنها المقاولين العرب، وحضرتك كنت من اوائل من اكتشف اتنين من اللعيبه اللي ليهم دلوقتي صوالات وجولات في اوروبا، النني ومحمد صلاح. وبرضو اثناء الفاصل برضو الجدير بالذكر لحضراتكم ان احنا كنا بنتكلم مع كابتن عامر، فجاء ذكر كابتن ندبت. كريم ندبت. فيعني فكره ان العين تلقط الموهبه من وهي لسه ليها يا دوب ارهاصات. ما هي يعني العين دي مش عند اي حد اكيد، ويكون رايك صائب في حاجه معينه برضو مش عند اي حد اكيد برضو. يعني انا لما كنت في نادي المقاولين انا كان معايا باسم علي، كنت جايبه معايا من بترول اسيوط. انا كنت ساعتها في بترول اسيوط ورحت المقاولين 2010 وخدته معايا. ومحمد صلاح والنني كان في لعيب اسمه زيكا ولعيب اسمه علي فتحي كان باك ليفت في النادي. راح ده اللعيب ده راح الزمالك ولعب في الزمالك. الخمسه دول كانوا ناشئين، والخمسه دول شوف النهارده فيهم النني ومحمد صلاح طبعا بيلعبوا على طبعا المستوى الاوروبي طبعا. في قطاع الناشئين برضو كان موجود معايا ندفيد، محمد هاني كان موجود معايا. محمد هاني دوت في الوقت اللي كان معايا جات له اصابه وكنت زعلان عليه جدا، وانا كنت ماسك النادي الاهلي في ساعتها في ايام الثوره ومفيش امكانيات ومفيش فلوس، حتى المرتبات كانت بتيجي مثلا بيجي جزء من المرتبات كنت بقبض العمال الاول قبل المدربين. يعني ما كانش فيه فلوس حتى نعمل له عمليه. كان عنده اصابه في الانكل، اصابه خطيره جدا لدرجه ان والده قال لي يا كابتن اهتم بيه، انا عايزه يلعب كوره تاني، عايزه. قلت له ما تقلقش. وكان بفضل الله ثم طبعا كان الخطيب نائب رئيس النادي وكان كابتن حسن حمدي رئيس النادي، وعملت تقرير بالنسبه للولد وراح عمل عمليه ورجع تاني ورجع النهارده احسن باك رايت في مصر وافريقيا، ومصدر ثقه وامان للفريق. تمام. فالعين دي احنا من بدري احنا بنشوف اللعيبه. يعني ندفيد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي انا عملت لهم عقود وانا في قطاع الناشئين وهم عندهم 15 سنه. أوكي. عشان كان اياميها اللي مش معمول له عقد ممكن يهرب لاوروبا. اوكي. يعني عشان تضمن بقى ان حضرتك يعني المواهب دي موجوده في الاهلي. ده من اللعيبه اللي كان موجود في النادي في الناشئين ايام كابتن زيزو كان ماسك قبليه وطلب بسبوره وهرب بره لغايه النهارده هو بره. يعني هو لكن لما يبقى في عقود للعيبه دي ملزمة اللي هي البروميسنج بقى الواعدين لازم تعمل لهم عقود عشان ما يقدرش يمشي من النادي، ما يقدرش اي اتحاد يأيده الا عن طريق الاتحاد الدولي وعن طريق النادي الاهلي اكيد.